تاني، واحد صحيح فيه كام نص؟ نصين. طب النص فيه كام ربع؟ أربعة. واحد أربعة أرباع، النص ربعين، صح كده؟ لما جينا قسمنا الواحد إلى أجزاء، الواحد الصحيح في ست أجزاء. طب كل نص فيه كام؟ في ثلاث أجزاء. أهو بصي عندي كده، النص أهو فيه ربعين، فيه كام فص؟ ثلاث أجزاء. طب لو قسمناهم لثمان أجزاء بقى، نبص كده مع بعض، النص ربعين، ثلاث أجزاء، أربع إيه؟ أربع أكمام. تعالوا نكمل مع بعض. ولذلك عند تقسيم الواحد الصحيح إلى عشرة أجزاء متساوية وتحديد نصفها وهو خمسة أجزاء، يمكننا الحصول على كسر جديد يكافئ النصف وهو خمسة أعشار. صديقي، أريد أن أرى كسورا مكافئة لكسر آخر غير النصف. انظري إلى هذا الشكل يا سلمى. نعم، إن الكسر ثلث الذي يمثل الجزء المظلل من الشكل الأول. يكافئ الكسر سدسين، والذي يمثل الجزء المظلل من الشكل الثاني. بص معايا كده في الرسمة ديت، ده كان واحد صحيح، ظللنا ثلث منه، فإحنا مقسمينه لثلاث أجزاء. جزء واحد من ثلاثة يعني ايه؟ ثلث. طيب نفس الواحد الصحيح هو ده نفس ده.